قصف وجثث مكدسة، كارثة الشفاء تتكرر في الإندونيسي. تقرير أمريكي، مفاوضات حماس وإسرائيل تمضي قدما. لجنة قمة الرياض تضع ملف غزة على طاولة في موسكو. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. وصل الجيش الإسرائيلي استهداف المستشفيات في غزة، حيث أكدت صحة القطاع سقوط عشرات القتلى والجرحى من المرضى والطاقم الطبي في قصف إسرائيلي على مستشفى العودة. وأضافت صحة غزة إن عشرات القتلى سقطوا أيضا في قصف المستشفى الإندونيسي. مراسل الحدث أفاد بأن جثث القتلى الفلسطينيين متكدسة وتنبعث منها الروائح داخل المستشفى الإندونيسي وتكاد تتعفن، وأكد أن الطواقم الطبية غير قادرة على تقديم أبسط الإسعافات للمصابين. وأوضح المراسل أن الجيش الإسرائيلي يحاول إجبار الجرحى والمرضى على إخلاء المستشفى. نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر إسرائيلي القول إن المفاوضات مع حماس بشأن المحتجزين لديها تمضي قدما. وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الذي لم تسمه أن المفاوضات من أجل توصل لصفقة بشأن الرهائن تمضي قدما، وأن الطرفين يتواصلان مع الوسيط وتجري مناقشة التفاصيل الصغيرة. التقى الوفد الوزاري الذي شكلته القمة العربية الإسلامية في الرياض لوقف الحرب على غزة، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم. وفي بداية اللقاء قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن ما يحدث في غزة لا يبرر بالدفاع عن النفس. وخلال زيارة اللجنة المكلفة من قمة الرياض لموسكو بإطار التحرك الدولي بشأن غزة، شدد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف الحرب في غزة فورا وحماية المدنيين، كما رفض فكرة الحديث عن مستقبل غزة قبل إنهاء العنف ضد المدنيين. قال عضو بمنظمة العفو الدولية إن المنظمة رصدت أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة. وقال عضو المنظمة سامي عبد المنعم إن إسرائيل قصفت مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر دون سابق إنذار، مشيرا إلى أن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية صعبة. وقالت المنظمة في تقرير صدر أمس إن هناك أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة أسفرت عن مقتل 46 مدنيا فلسطينيا، مشددة على ضرورة التحقيق فيها. قتل 8 لبنانيين اليوم بقصف إسرائيلي على بلدات حدودية جنوبية البلاد. وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام استهداف القصف الإسرائيلي سيارة في بلدة شعيتية قرب مدينة صور، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين كانوا بداخلها. سبق ذلك استهداف فريق إعلامي لقناة الميادين، حيث قتل صحافيان والسائق المرافق لهما في قصف إسرائيلي استهدف منطقة حدودية جنوب لبنان. والصحافيان هما فرح عمر التي تعمل كمراسلة تلفزيونية والمصور ربيع المعماري، وكانت غارة إسرائيلية على بلدة لبنانية قتلت صباحا مسنة في الثمانينيات من عمرها.